الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكتاب كلا بعد كم إذا كتب توصول الفقه الدورة ده وكتاب كلا رادو الورقات في أصول الفقه كتاب كوحى قري شيخ الرادو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني. إمام الحرمين ولقب كيسة معنيستيسة ولقب بهذا لأنه جاور في الحرمين متعبدا ومعلما 4 سنوات في مكة و4 سنوات في المدينة. وحو مركا تشوغي حرم كمكة 4 سنوات حرم كمدينة 4 سنوات isagoo markaa halka ku cibaadeysanayay cilmigana dadka barayay oo nashrinayay oo faafinayay sawgad baa loo yiri Imam al-Haramayn. Laakiin ma aha inuu imaam ka noqday dadka Tukiya. Abu al-Maali nawa kunyadiisa oo lama sheegin qof al-Maali la raaw dhalay laakiin kunniya bihaada tashriifan lahu رفيتان لشرفيو والله موجين يينو ياهي يد علمي يد زهدي يد عبادة دا ميل سرك قاري. الجوين نوى نسبة إلى جوين. جوين نوى قرية في نيسابور وقرية كتالة مش لدى نيسابور وحلقية مركة لدى أبي ومركة لدى كل شيء سو كمر دلن مركة نسب إلى قرية أبيه أبي وحويان أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني. مركب حالك مركب لون سبيده نيسابور يا خراسان يا ملاع وعدي كرتين لقاطين ويا عجمي ولكنه كان عربيا أصيلا من قبيلة الطي أي كمدها سو يسقوا وشاري مجيء سنو عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف ابن عبد الله النيسابوري الجويني النيسابوري. أبينا مركا وأبو محمد الجويني كان إمام الحرمين فقيها شافعيا بل كان إمام الشافعية في عصره وإمام كشافعية عصره سي تفقه على والده وعلمه كقاطي أبيه ومحمد الجويني حب شيخ ليس كم إذا هات ساسو كلاب نعيم على السفهاني أردي ديسا وحاكوه مشهور سن كم إذا أبو حامد الغزالي وحامد الغزالي حاجة على الشدة ملاون كبو ده أفر بقولي السجالية طبعا مرجع تاريخ ده هجري جواهيد أيون الشيء على الأرجح وحانو أنت أفر بقولي ستيد التضبعات التاريخ ده هجرة جواهيد كان ملما بعلم أصول الفقه علم قال له أصول الفقه جا أدبو حال ديرا ومن كتبه ولعله أول كتاب له في أصول الفقه كتاب كلا التلخيص. التلخيص وحوكو تلخيصية وكسو كوبي كتاب كلا رداء الإرشاد أصول الفقه وليه الباقلاني وكتبتي سكمد البرهان في أصول الفقه يسوون مطبوعة الورقات في أصول الفقه وحانا إلى هذان ذاتك الدراسة ذاكو سميهي كتبتي ستلخيص كأوري برهانك هي ورقاتك كواخر كتبه في أصول الفقه وحكالو كتبتي سكمدة نهاية المطلب كتاب كوين فقه جاه كمدة مسادرت فقه الشافعية
كتابكن اللي راهدو الورقات السجع مقدمة دكو تلمامي سينارك دورنا مجا كتابك وحيري هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. قال ورقات في الأصول هي نسخة قاركود عنوان لوغديغا، لكن الاسم الصحيح للكتاب وين راه الورقات في أصول الفقه. ومرك لنا هذا الأصول، أصول الدين وعقيدة دي أصول الفقه لابد ويسوق ليها. كتاب كنا ليس فيه شيء من أصول الدين، أصول شوكار ليا وأصول الفقه وهي كتاب كني وكتاب مختصر، كتاب كوبا إنه كوبا هنا مؤلف كيسا إشاري مركو يري هذه ورقات. ورقات وجمع قلة، وقد يأتي جمع كثرة وجمع قلة ييران تصية مرارك غير كودنا سوى جمع كثرة ويمادها الكذا إن شاء الله قلت كدون واقعنا دي وحومر خاتي فريا يعني هاي كتاب كوبا، لكنه تضمن معظم مباحث أصول الفقه. مباحثتي سايشي وبحثيني وباري أصول الفقه بدن كيدي أي كتاب كاني كوب صدي. وكذا ابن صلاح رحمه الله تعالى شرح بكل ابن صلاح ورقاتك هذا الكيس وحن كسور كتابك مرهورا مخوري هل كان التحقيقات وليه شيخ مشهور. قل حجمه وعظم نفعه، الكتاب حجم جيسو يريعي نفع جيسو نبدي، وظهرت بركته بركة سليم وقت احتوى على مسائل خلت عنها المطولات وعكوب صدي مسائل كتبت داردير عن كولين، وفوائد لا توجد في كثير من المختصرات هي فائدوين عن لقاء العين إن بدنا كم يدع كتبت كوب كوبا سوء الفقه. الحطاب وشيخ مالكية ومن شراح الورقات كتاب للرضا قرة العين مركو كهلي ورقات كوحر كتاب صغر حجمه وكثر علمه وعظم نفعه وظهرت بركته. لبضع عبارات بيسو شبان عبارة ابن الصلاح هي عبارة الحطاب. مميزات كمطنقا حكم إذا أنه سهل العبارة إن لقد واستعمالها إتهاي لقد هذا سهلا، وأنه مختصر إنه آدو أكوبي هاي ويمكن ضبطه واستيعابه إلا مركا ولا يلا قبطه إلا فهما با آدي آدو فضو الضحي. ومما يدل على أهمية هذا الكتاب أن العلماء قاموا بخدمته، علماء آد به خدمين، فمنهم من نظمه كون نظمية باتشرة كالعمريطي نظم الورقات، ومنهم من شرحه قديما وحديثا والله شرح. وحل هذا أقدم شرح له وشرح ابن الفركاح المصري، شرحوه ريك تاب كانوا لي وشرح ابن الفركاح المصري. وحشروح لي سكم إذا شرح جلال الدين، شرح جلال الدين المحلي، جلال الدين المحلي ومعروف له شرح المنهاج وله شرح على جمع الجوامع للسبكي، كتاب كان شرح بكله. شرح جلال الدين وحاسي شرحي ابن قاسم العبادي، مركا شروح لا شرح ابن قاسم العبادي شرح أوصية شرح جلال الدين المحلي، وحاخر سنكر الطالب الذي شعر من نفسه الفطنة والفهم. أرد يا نفتي سكدر يا مي يعني فهم يذكاء، لكن أرد يقولي أنهير كا قارن
shuruuxda koobkooban ee sahlan inuu ku gaabsado ayaa u fiican. waxaanan u sheegayaa talabatu cilmiga, marka fanni la akhrisanayo shuruuxda mucaasiriinta laa takhtasir bishuruuxi almucaasiriin, culimada casrigaagan sharaxooda ha ku gaabsanin, ma odhan inaa akhrisan way ka faa'idaysa. sababtu waa maxay? qad yakunu fiiha cilmun kahiir waqad yuqaalu inahum jamacuu cilma alawaliin walaakhiriin, cilmiga kuwii ka horreeyey kuwii ka dambeeyey bay ka faa'idaysteen oo way kulmiyeen. laakiin sababtan taa u leeya waxa weeye, lanna cibaaraat almucaasiriina walmutaakhiriina sahla, culimada dambe mucaasiriinta cibaaraadka isticmaalayn waa cibaaraat sahla. laa tuciinu aaliba calaa fahmi kutubi usuuli alfiqhi alqadiima, افهم هذه النقطة، لا تعين الطالب على فهم كتب أصول الفقه القديمة. شروح لمعاصرين هذا هذا كو قابسته كو عاوين ما يسوى كتب أصول الفقه القديم كانت فهمت مستصفى إيو إحكام الأحكام الآمدي إيو شروح جمع الجوامع إيو البرهان الجويني إيو الإرشاد الباقلاني إيو تلخيص كإيو كتب تاس inaad fahamto cibaaraatu almucaasiriin kugu caawin mayso. walihaada marka hore tadarab cala shuruux alatii hiya sahlat lcibaara si aad usuul lmasaa'il aad u fahamto. laakiin bacda dalika laa budda an taqra'a alkutub alatii tuciinuka calaa fahmi cibaaraati lmutaqadimiin, waa inaad akhrido kutubta kugu caawinaysa usuuliyiintii hore cibaaraadkooda inaad fahamto. wailaa haddaad kutubta mucaasiriinta mutaakhiriinta un usuul fiqhi aad ka akhrisato, haddaad doonto idaa rumta an tutaalica kutuba usuul fiqhi alqadiima laa tafhamuha, haddaad doonto inaad fahamto kutubta usuul fiqhiga hore ma fahmaysa. marka sucuubatu lcibaara muraada lidaatiha ma wax sideeda loo doonaya maaha, oo dee suhuulatu lcibaara ayaaba fiican. laakiin hadda waxaynu wax ku dhisaynaa alcamru lwaaqici, oo haddee kutubtii usuul fiqhiga hore cibaaraadka ay ku qoran tahay aynu ka hadlaynaa ma lihiin saasaa fiican, laakiin waxaanu leenahay saasaa jirta. kutub usuul lfiqh shuruuxdan ka hadliyey hortaan dhammaystiro qodobkaas, shuruuxda waxaa ka mid a sharaxa xataab waa maalik, xataa wadaad xanafi oo isaguna sharaxay baa jira, maalik iyo xambali iyo inuu sharaxo gariib maaha, waayo usuul fiqhi marka la joogada waa isku madhab, waa tiraa tariiqatu almutakallimiin. xanafiyadun baa dee masaa'isha usuul fiqhiga qaar badan oo ka mida kaga duwan madaahibta kale ee saddexda. shuruuxda kitaabkan waxaa ka mida shuruux badan oo ay qoreen culimada mucaasiriinta, qaar badan baa sharaxay sheekh ibn Cuthaymiin wakadalika sheekh Abdulkariim Alkhudayr, culimada sharaxdee waxaa ka mid a sheekh mashhuur xasan salmaan mujalad dakhmiya ayuu leeyahy, waa taxqiiqaat magaciisa la dhaa, marka shuruuxdu way badanyihin, xawaashi badanna waa jirtaa oo alcilmi qaarkood ay leeyihiin oo shuruuxda qaarkood saaran. sharax mukhtasara sharaxaan iminka sheekh cabdalla alfawzaan waa nin caalima oo macruuf bi ataaliifi washarxi ah, aada buu fiicay, waana sahl alcibaara haddaad doonto isaga marka hore ku gaabso, bacda dalikana sharaxa Jalaaddiin Almaxalli iyo sharaxa Ibn Qaasim Alcabaadi iyo kuwa usii tallow. waaye bismi illaahi araxmaani iraxiim. sheekhu wuxuu ku bilaabay kitaabkiisa basmalada ayuu ku bilaabay, waana sunnatu lambiyaa, waana ku dayasho qur-aan kariimka lagu dayanayo, waana barakaysi magaca ilaahi laga barakaysanayo.
بسم الله إلهي مجي عيسى قرى أنا كالمي سنية أيان وألف قرية كتاب كان الله الرحمن رحمة بلارن كسفيسان الرحيم يا رحمة ديسا بلارن لمدي خلقي سجادو مقدمة الورقات مقدمة الورقات نوالورن كرا نسأقار كود حمد الله دون ويكو تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. لكن أكثر نسخ وخالية عن الحمد لله نسخ أبدا كود حمد الله دون ويكمرين واي مقدمة بمعنى متقدمة أكتاب كنتي كوريسي خورتي بمعنى لشيقي لقري مقدمنا وتله الريسي وي وقدمت على غيرها لو هذا معنى ويكون صحيح مركا كتاب كورقات كالرادو مقدمة دي سهذا الكهور دعوة يورتي لشيقو يكوري هذا تشيرنا مقدمة ده مصنف كوحو كشيقا كتاب كيسة السورة ده وليه هاي حيابا وحكاها اللي تاسو كشيقا هذه تنبو يري ورقات وي ورقضه ير وكوبا وتشتمل كوب سنيسا على معرفة فصول مسائل قرشدهد مسائل شاسو من أصول الفقه علم أصول الفقه اللي راه ذو كم يدخل مركا هذه مركولية هاي حديو مركا هوري مقدمة قري ده يشير إلى أمر موجود وإشارة يا مركا واحد شرب وإشارة يا هذا مركا هوري كتاب قريبا نتشيدا ومقدمة ده يدن بيسي كتاب موجود أبو إشارة يا هذا مقدمة هور قرينا يشير إلى ما في ذهنه وحا مسكعد يسكتشرة ودمع السيئة إشارة مركا وحلوة ورقات ورقات كوا جمع ورقة وأنا جمع مؤنث سالم وأنا من جموع القلة جمع قلة جمع القلة وجمع التكسير الذي يأتي على الصيغ الأربع جمع قلوة جمع التكسير كسته وأفر سيقه من كود كيمادة قولك ابن مالك وحسن في الألفية وكذلك جمع مذكر سالم سنادو كيمادة سيداس هذه آل استغراقية يعني كتشرين أما آل إضافين جمع الكثرة بن غنيسة المسلمون هي المسلمات مركاني كتيرين ال ان لنا اضافين وجمع قله كدي ال قليه اما لا اضافيه وجمع كثره وجمع بدنه السنه اصل قوات سدا ان شيء غير اسقو بدن جمع القله والغو استعمال كره ده قرانك وي كتيمي وحانا جمع قلة لو استعماله للتسهيل قال أورانك الشيخ كتاب كيسو ما بيرا به هو ورقات ويري وللتسهيل أما هو بالنسبة إلى غير مكتوب تكلم قرب لقه أيو يري أورانك إلهي محو يري مركو ورمي سيام شهر رمضان أيام المعدودات وحير بالا قد يقبشي رمضان للسومي وصف الشهر الكامل شو دمس كتريد محل وصفه لأنه أيام المعدودات للتسهيل على المكلفين وسيدك مكلفين تاع صومك وغفظ هذا قد لها هذا بلدن بات سوميس قد لها بالمال مكوبنا وكل الدوان تاع حقا سهلنان تاع نفطة العبادة سوى سهلن تاع ورقات كان موضوعي سوى محي وأصول الفقه أو حكوب سنة يا على معرفة فصول من أصول الفقه فصول أي مسائل أصول الفقه يكمد قرشدين مرقى فصول عن أنواع من أصول الفقه وكل فصل أو كل نوع فصل بالرا مرقى دوا تراجمتي استلاحي قايد كتاب باب فصل وهكذا وكتابكو محوها
واسم لجملة مختصة من العلم تشتمل على أبواب وفصول ومسائل غالبا. باب كن هو اسم لجملة مختصة من العلم تشتمل على فصول على مسائل وفروع على مسائل وفروع وتنابيه غالبا. ديل هذا حويا باب عمها هو الكتاب، الثاني نوع محي الباب، وباب كون هو اسم لجملة من العلم مختصة تشتمل على فصول ومسائل ومسائل وفروع وتنابيه غالبا. كامد بدا حواك قعية مركز ده كتاب لتشوغو باب بو كوبسان يا بالغا بلاوية واسم الجملة المختصة من العلم تشتمل على أبواب بالغا بلاوية مركز باب لتشوغانا على فصول بالغا بلاوية فصل مركز لتشوغانا على مسائل وفروع وتنابيه غالبا تصل الرؤية فرع مركز لتشوغانا مسائل بالغا بلاوية اشتملت على مسائل وهكذا فرعنا تنابيب كسي فرعنته واي وذلك كاسي أصول الفقه قاهي مؤلف ومد ليس جي من جزئين لبا قيبوت ومفردين ومد ولبا وياهي لبا قيبوت ومد ولبا وياهي جزكا استاوياي مفرد مفردك والمقابل للمركب وليس المراد به هنا المفرد المقابل للتثنية والجمع وده أصول وابا جمع صنع مركا مفرد كوحل لوغة شيدا معنى أن جملاه وأصول لا كلية مركا لايقو جملة ما الفقه نكلي مركا لايقو جملة ما إلا ما تشيد مفردين كالبدا صوان مثنية شمعان إلا ما تشيد دي الأصول بابا شمعه وذلك كاسم مؤلف وامد ليس جي من جزئين إلا بقيبون ومفردين قيب ولباي مفرد تاو بمعنى أنا يعين مركب أنا يعين ها أحدهما لبدا تسمد كود الأصول وهي والأصول دوا مفرد وماها مركب معها مركب إضافي أنا معها مركب وصفي أنا معها مركب عددي أنا معها استنادي أنا معها لكن دواء الشمع ولهذا بين ري مفرد كماها مفرد كمقابل كواها مثنها هي هي جمع والثاني كلبادنا الفقهي مركب مقع علمي يعني وحكك وبيه هاي لما قيبت وقيب ولباء آني مركب هاي وقيب ولباء مفرد هاي بمعنى غير مركب قيبتك هو أصول ومضاف قيبت لبعضنا والفقه ومضاف إليه جيه فكان سيلا قرتو لبعضنا أود الصعداء أصول الفقه علم جاي مقع أويهين وحا أويهي وأنا أردت لبعضنا كلمة من ذلك بقوني ذلك الله قرتو واسمك هذا مركب ياهي لابد من معرفة مفرداتي المفردات كيسا لقرته مركز سالة قران كرا ما يفيد بالتركيب وحو التركيب يكون فايديني مركز وحو الفلاس الأصل كما شيء يبنى على الرسع عليه دوشي سغيره ميداني سقاحي لقد الرسو ها وبمعنى وحو النقضة أساس بو النقضة ميدان السجائن هو أساس اللغة والبناء قد يكون حسيا وقد يكون معنويا بناء حسي قد يدوى كابتناء الشجرة على جذعها كابتناء الجدار على ما تحته من الأرض لسنان تقيدك وكل سيئة رديس انت آسل ما في الأرض لسمه هنا قول كان ديو كدوليا أي أصل أساس كيساس كمعنى ويجينا دوا أصله بناء ابتلاء الدين على التوحيد لسنان الدين تين توحيد كل سنة
والفرع فرعنا ما كيو أن يبنى على لسو إساقا على غيره بدان إساقا أن يلقو دور لسو ها والفقه هنا ومعرفة الأحكام أحكام تقرشي أحكام الشرعية من الشرعية اللي تيري التي أحكام تأسو طريقها أي طريق معرفتها قرشي إذا وضد الله مرى الاجتهاد وياه اجتهاد وحلو قرت وياه اجتهاد كهل كان أصول الفقه ما دبوا هي مركب إضافية وإن مفردات كتركيب كاس مدول بق جون لقح كدبنا مركب كمعنا وتصينا إيه لجارو كأصول ومفرد الفقهنا ومفرد كوين لجرت معنا الأصول كدبنا معنا الفقه كدبنا اللي بدو ده وصعدا معنا يتصينا إيه كلامك هذا كان بلو فيرس مصنف ورحمه الله تعالى الأصل عرف الأصل لغة فقط أصل كاللقاهان بوقح فالأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره بورسان فرع ندى استطرادا بوشاري اللي مقع فرع كما حسنه وعرف الفقه استلاحا لا لغة فقه جانا استلاحان بوقحي اللقاهان ومقح ولا شك السبب في عانينا هاي أن يعرف الأصل أولا لغة واصطلاح ثم يعرف الفقه لغة واصطلاح لكن في هذا كفاية وإن أصل معناها لغة وكل إلى الشيخ فقه هنا معناها استلاحان ولا إلى الشيخ مقصود كإلا قارو وأصول الفقه معانيه سل فهمه وإنه وقف في الانطح ولهذا بقى مصنف رحمه الله تعالى وكقاب صدعي والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله تسليما كثيرا.